أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما. أفرأيتم ما تحرثون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. أفرأيتم ما تحرثون. Yeah.
فلا أقسم بموقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من الكاذبين
Thank you.
فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا إن هذا لفي الصحف الأولى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى Yeah.
فأما اليتيم فلا
فتنها وأما بنعمة ربك فحدث لا صدق